طالباتي العزيزات، مرحبا جميعا. اليوم يوم شبه مهم، حيث سنعلن عن الفائزة في مسابقة رسم شخصية المعلمة الجديدة. لحظة، لا يكون حاطينها داخل الهدية. كناها متحمسة شوي. والله أحس مدرستنا تجربة علمية، مبصدق. يا رب تكون نفس عمرنا. والآن دعونا نرحب بالمعلمة الجديدة بصمة. أهلا بنات، أنا بصمة، اعتبروني زي زميلتكم. أي شيء يضايقكم تعالوا كلموني، ما راح أعرف أسوي شيء بس كلموني. ذولي ما ينفع معهم الكلام، ذولي ما يجون إلا بالعين الحمراء. لا بالعكس حرام، شوفوا كيف أمورات الشطورات. القرد بعين أم غزال، نشوف كم بتستمرين بالمدرسة. والحين مع المركز الثاني والثالث، رسمة خرافية ومليانة تفاصيل. هذه الرسمة ضحكتني مرة، أهنيها على التصميم، بسيط بس متعوب عليه. والآن باقي الرسمات الأسطورية اللي المفروض تفوز، بس لو فزتوا كلكم بتخلص فلوسي.